ليه اليوم ليه وقت قريب غلط بالسوشيال ميديا. فما بالك شخص السنه اللي طافت ما كانت مشهوره، السنه هذه صارت مشهوره. فجاه فولورز، فجاه متابعين، فجاه نقد، فجاه تدخل في خصوصيات، وكثير منهم مناضجين، كثير منهم صغار مناضجين اعلاميا. هالمشاهير اللي يطلعون فجاه ما نقدر نحاسبهم على التكه، لان ما عندهم الادوات الاعلاميه، ما يعرفون يردون، ما يعرفون يتصرفون. نفس روان بن حسين، روان مثلا صغيره بعدها صغيره، ما اقدر احاسبها انا على التكه، تخطئ كثير روان، وانا يمكن لي تحفظات، بس نفس الوقت ترى سوت اشياء حلوه الاعلام ما تكلم عنها. مبادرتها مثلا اللي عملتها، يعني في اجتهادات من الكل. من الكل، انا للامانه اقول شباب وبنات كويتيين سعوديين اماراتيين، مشاهير السوشيال ميديا في كل الخليج يجتهدون، بس ترى الاعلام والمواقع والسوشيال ميديا ما تركز على الزين اللي يسوونه. يعني اتابع مثلا ابراهيم باشا، اوكي، من الاعلاميين السعوديين اللي انا احبه جدا. اول يوم العيد جمع مجموعه حلوه من الشباب السعوديين، خيره شباب السوشيال ميديا، راحوا زاروا المستشفيات، قضوا العيد بالمستشفيات، رساله جدا جميله. ولا حساب شفته تكلم عنها، خل ابراهيم يتهاوش مع احد. شوف ايش يصير. فايز المالكي قاعد يستخدم السوشيال ميديا بطريقه، فايز المالكي رائع. يعني شخصيه، يعني احسه، شوف انا ما اعرفه شخصيا ولا اتابع اعماله للامانه، أوكي. بس من خلال صيته الطيب بالسوشيال ميديا، استخدم السوشيال ميديا بشكل طيب. وايد اذكر لو انسان معطاء، انسان معطاء، يعني زاهد الدنيا حسب ما اعرف. زاهد أمانة. انسان معطاء، يمكن هو محظوظ اكثر من غيره على فكره، لان ركزوا على الاعمال الطيبه اللي هو سواها والشيء الزين اللي يسويه. بس خل احد ثاني، مش فيجنيستا مثلا تسوي عمل زين راح يتكلم عنها. اوكي، مع ان انت هم كان عندك شيء سباقه فيه، لما رحت وقفتي مع خديجه بنت الكويت، اي رحمه الله عليها، اوكي رحمه الله عليها، ورحتي للعدان وشفتيها، رحتي تاكدتي اول شيء من مبدا ليش نهى، هل انت بتاكدين ان الكلام صحيح، انه مو نصبه او انه صدق؟ لان توصلنا احنا ملايين الحالات، انا دائما يعني وانا قاعده افتح الايميل او الفريق عندي يفتح الايميل او على الدايركت مسج او كذا، كثير حالات توصلنا، وكثير حالات بالسوشيال ميديا ما كانت فيها مصداقية حقيقية، ما كانت حقيقية، يجمعوا مثلا تبرعات من الناس على حالات غير صادقة. لما صارت سالفة خديجة، سبحان الله، الله يابها لي عندي، يعني يوم أنا ما أفتح إيميل كثير، أنا عندي فريق يشيك على الإيميل، يوم أنا شيكت على الإيميل وأصريت أن أروح أشوف شنو الموضوع، فعلا كانت الحالة موجودة، وكانت حالة البنت تعور القلب، ونقلناها على السوشيال ميديا، وقدرنا الحمد لله ناخذ تبرعات كافية، وسافرت، الله ما اراد لها الشفاء ورحمه الله عليها، يعني انتقلت لها الفتره اللي تاخروا فيها، صار في تاخير كبير، صار في تاخير شهرين، وتواصلوا مع كثير مشاهير بالسوشيال ميديا، رفضوا يتكلمون عن حالتها، بس بعدك تكلمنا، الكل راح الحمد لله. شوفوا هذا التاثير الزين. هم نرجع مره ثانيه، هل يذكر هذا لمشهور السوشيال ميديا؟ لو انا كنت محظوظه الناس ذكرت هالموقف، مع انه ما سويته ترى على فكره البروباغندا، يعني هذا انسانيتي. انت رحتي بقلب إنساني. الام انت وقفت قلب الام الانسانيه، المسج اللي يعني من الام اللي تقول لي انا مستعده ادفع لك سعر الاعلان عشان تين تتكلمين عن بنتي، لا ما ابي اعلان الحمد لله. رحت وغطيت وكان شيء جدا جميل، وعقبي مشاهير كثير الله يوفقهم ان شاء الله تكلموا عن الموضوع، فكان شيء وايد حلو. اللي بوصل له، احنا نقصوا كثير على مشاهير السوشيال ميديا اليوم، في قسوه وايد كبيره عليهم، عندهم ايجابيات لكن لا تذكر، ولكن سلبيات يتم الرصد. نعم، انا كأم ساعات اشوف فاشينيستات وغير الفاشينيستات، مشاهير يسوون تصرفات لي تحفظ عليها، ما ابي عيالي يشوفونها، ما ابي بنتي تلبس هاللبس، ما ابي يصير عادي عندها تتكلم بهالاسلوب، ما ابي هالاشياء الغلط اشوفها عادي، انا كأم عادي افكر مثل ما عندهم الايباد وعندهم التليفون، يوم قاعد يطالعون الاجانب يا معوده، قاعد يطالعون كايلي جينر، ويطالعون المشاهير، ويطالعون تصرفات تعور القلب، الواحد ما يبي يشوفها. يعني لو بتكلم عن موضوع كبير ومتشعب وواسع، بس انا رجائي من مشاهير السوشيال ميديا يتعلمون من اخطائهم، بس يعني كل طقه بتعلمه، تعلم مع الوقت يصير عندك فلترك، شنو ينقال شنو ما ينقال، شنو ينعرض شنو ما ينعرض، ما يصير سب مسابب على الهواء. ذاك اليوم لايف انستغرام، اي سمعنا ريال مرته واشياء تعور القلب، يعني الفاظ ما تنقال اساسا في البيت، عيب يعني نسمعها، شلون قاعده تشوفين؟ اي شفت، عيب. بس يعني ما ادري، انا ما ابي باكر يصير العيب، عادي يعني، بس هذا تو يشوفون ان هذا صح، عادي خلي الناس، ومره تقول طلقني وانا اعطيك 10,000، شفت انا هالاشياء، يعني شو خلع يعني ولا شنو بالضبط، شفت اشياء كثيره.
اوكي. وترى انا مثلك انا عندي غيره على مجالي طبعا، وعندي غيره على مجتمعي. احنا ابناء تلك المرحله. عندي غيره على الاعلام الراقي، يعورني قلبي لما اشوف على الملأ كلمه تخدش السمع، كلمه ما فيها احترام. والله اعيد السنابه وابو حمود شاهد 4 مرات 5 مرات ادير بالي انا شو قاعد اقول. اوكي، كلمه غلط، حرف غلط، شيء غلط، صوره غلط، التصوير، وهو يشيك وراي طبعا، مسحي السنابه هذه طلع فيها شيء غلط. يعني الواحد يكون عنده غيره على المجال اللي هو فيه، غيره على الناس. احسهم عيالي، يمكن ما ادري، يمكن لان احس اللي طالعون عيالي احس بانتماء، احسهم اهلي. فما طبعًا. ابي اللي ما اقوله قدام امي وابوي ما اقوله قدامهم، بس لما يصير الاعلام كذي سبب. انا اشوف مثلا